الموعد الاقتصادي من قناة الجزيرة الدولية، أهلا بكم. في المستهل وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قرار مجموعة أوبيك بلس بالخطوة غير المفيدة وغير الحكيمة بالنسبة للاقتصاد العالمي. أفادت صحيفة ذا فاينانشال تايمز الأحد عن يلين قلق واشنطن بشأن تبعات قرار الكارتل النفطي خفض إنتاجه على اقتصاديات الدول النامية والأسواق الناشئة. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ينقل عمليات مشروع إسخال واحد للنفط والغاز إلى روسيا، وبموجب المرسوم الجديد سيتولى كيان قانوني روسي جديد حقوق ومسؤوليات اتحاد المستثمرين الحالي ومشغل إكسون. وقالت إكسون في أوائل أوت الماضي إنها تجري محادثات لتسليم حصتها البالغة 30% إلى طرف ثالث لم يكشف عن هويته بعد. تحتضن باريس الأسبوع المقبل قمة أوروبية ثلاثية للحسم في مشروع إنجاز خط أنابيب ميدكات لنقل الغاز الجزائري والأمريكي من شبه الجزيرة الإيبيرية نحو باقي أوروبا عبر الأراضي الفرنسية بعد نحو 4 سنوات من تجميد المشروع. ألمانية وإسبانية، مشروع خط أنابيب الغاز ميدكات أمام محطة مفصلية في مسار تجسيده ببرمجة قمة أوروبية ثلاثية الأسبوع المقبل، ستجمع الرئيس الفرنسي بالوزير الأول البرتغالي ورئيس الحكومة الإسبانية. لقاء ينتظر أن يبدد مخاوف باريس بشأن أهمية المشروع الحيوي للقارة الأوروبية في تنويع مصادر الغاز بعيداً عن الإمدادات الروسية. نفكر جميعاً في الشتاء القادم، فرغم أن مخزوننا ممتلئ حالياً بأكثر من 90%، لكن علينا الاستعداد لفصل الشتاء التالي والذي سيكون أكثر صعوبة. ما قمنا به في تكوين مخزونات متراكمة شرعنا في استغلالها منذ هذه اللحظة بفعل الانقطاع شبه الكلي للإمدادات الروسية، وبالتالي علينا تنويع مصادرنا. سألتقي برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا في غضون أيام قليلة في باريس، وبهذه الطريقة سنجد نحن الثلاثة حلولا واقعية لتعزيز التضامن الأوروبي وفرنسا مع زيادة الترابط بينها وبين باقي أوروبا. ورغم التشكيك الفرنسي بشأن جدوى خط أنابيب نقل الغاز عبر جبال البيريني، إلا أن إسبانيا والبرتغال تدفعان نحو الإسراع في أحياء مشروع ميدكات كخيار رئيسي للتخفيف من وطأة أزمة الطاقة التي تجتاح عموم أوروبا. الرئيس ماكرون لا يرفض المشروع، لم نسجل مواقف أوروبية معارضة أيضا، والاستعداد للانفتاح على البحث عن بدائل أخرى أمر متفق عليه. إجراء تقييم في مجموعة الترابط يمثل النقطة الأكثر حساسية في الوقت الحالي. قد تكون هناك صعوبات فنية ومالية في أي بلد، لكنه من الصواب تحديد هذه العراقيل والبحث عن حلول مشتركة لتجاوزها. فرنسا تواجه حالياً أزمة الكهرباء، ومن مصلحة باريس الاندماج بشكل أوسع في المشاريع الأوروبية المشتركة لتجنب تكرار السيناريوهات الحالية. خط أنابيب ميدكات الذي سينطلق من برشلونة مروراً بمناطق البيريني وصولاً إلى الشبكة الفرنسية في منطقة باربير الواقعة في جنوب فرنسا ثم باقي أوروبا المتضرر الأكبر من أزمة شح إمدادات الطاقة، من شأنه تحويل شبه الجزيرة الإيبيرية لمركز عبور استراتيجي للغاز الجزائري والمسال الأمريكي نحو أوروبا. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى الختام. لمزيد من الأخبار تابعونا عبر المنصات الظاهرة أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة الدولية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.